في سياق آخر، ناقشت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع سفير أستراليا بالقاهرة نيل هوكنز سبل التعاون ما بين البلدين فيما يخص آليات الترويج للمقصد المصري في أستراليا لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة منها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الأسواق السياحية الجديدة وعدم التركيز على الأسواق التقليدية، وأوضحت أن المقاصد السياحية المصرية تتسم بتنوع كبير وتستطيع جذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم نظرا لاحتوائها على مختلف الأنماط والأنشطة السياحية التي يمكن أن يقوم بها السائح. وأكد سفير أستراليا بالقاهرة استعداد بلاده للتعاون مع الوزارة للترويج للمقصد المصري في أستراليا، مشيرا إلى أن السائح الأسترالي يهتم بالسياحة الثقافية وأن مصر بها كنوز أثرية ليس لها مثيل في العالم.